أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الكتاب والصحفيين في هذه الأيام همهم الطعن في العلماء والتهوين من شأن فتاواهم، ويريدون فتاوى توافق أهواءهم وإرضاء الكفار، فهل هؤلاء من المنافقين؟ هؤلاء لا شك أنهم إن ادعوا الإسلام فهم منافقون، وإن لم يدعوا الإسلام وتخلوا عنه صاروا كفار كلهم والعياذ بالله. نعم.